افكرك بحاجه تانية ظريفه جدا. يعني قبل المرحله دي انا كنت مدرب مساعد لراوتر 95 96 في نص التسعينات 95 96 ايوه مظبوط. وكنا في تصفيات افريقيا اللي مؤهله للنهائيات في جنوب افريقيا. ايوه. ورحنا والتصفيات شغاله رايحين نلعب مع الجزائر في الجزائر، رحنا أيوه. معسكر تونس واحنا في تونس الراجل خد شنطته ومشي. ايوه انا فاكر. انا مش عايز اكمل. ليه يا عمي؟ قال لانه العلاقات بين الاجانب وبين الجزائر وفي مش عارف ايه واحداث وحوادث وكده وانا ما اقدرش اروح الجزائر. آه. يا عمي احنا كلنا رايحين الجزائر معاك، ما فيش مشكله يعني بتاع. الراجل صمم وخد شنطته ومشي وسابنا في المعسكر رايحين الجزائر نلعب ماتش. طيب المسؤولين عملوا ايه في اتحاد كره القدم؟ اجتمع المسؤولين والست المحافظ عبد المنعم عماره كان موجود. طب خلي محسن يكمل طالما هو موجود يشيل الليله ولما يجي نكون تصرفنا. فلعبنا مع الجزائر ادينا اداء جيد وفق الظروف الطارئه اللي حصلت. خسرنا بضربه جزاء ظالمه في هذه المباراه. أيوه. رجعنا كان على طول وراها كان في ماتش افريقي تاني وبالتالي ما كانش في قرار اتخذ بالبديل لراوتر. اوكي. مش بتصعيد محسن، بالبديل لراوتر. فما لقوش حد. طب خلوا محسن يكمل لغايه ما نشوف حل. فكسبت. الماتش اللي بعده طب خلي محسن يكمل كسبت. فكسبت. اه. وبعدين بنكسب فين؟ بنكسب بره وبنكسب في اداء. اه. فقالوا طب محسن يكمل لغايه ما نشوف هنعمل ايه. برضه. فكملنا التصفيات. اه. عملنا لو الناس فاكره ريكورد. اولا وصلنا لترتيب 19 على العالم في التصنيف. أيوه. عملنا اكثر فريق سجل اهداف، اقل فريق دخل فيه اهداف، اكثر فريق سجل عدد مرات فوز، اقل فريق تعرض لخساره، وتاهلنا لجنوب افريقيا. اه. خدنا الفريق ورحنا معسكر في هولندا. في الفتره دي صدر قرار تعيين محسن صالح كمدير فني الى ان ياذن الله في امرا كان مفعولا. فالمهم انه يعني يوم ما توليت عشان يعني اقول لك يعني ملامح شخصيتي كمدرب. انا مش بمجد في نفسي لكن انا بقول انا عندي شخصيتي. وانه اذا كان لابد ان انا احاكم واحاسب فاحاكم واحاسب بخطئي وليس بخطأ الاخرين. طيب.